شمش يا طيبة. افتكر كل استوديو اليوم شم الملفوف. ملفوف. اليوم هيك نخبي المشاهدين عاملين وصفتين. اول وصفه هي شوربه طيبه كثير، هي شوربه البطاطا السبانخ مع الخردل. بدي احط لها شويه من البيكن. وصفتي الثانيه هي الملفوفه، يلي حبيت اجيب ملفوف أحمر او ابيض، فرغته، ضفت له شويه من زيت الزيتون ودخلته على الفرن. شو هي وصفتي لليوم؟ هي الملفوف يلي من بعد ما ستويها بقلب الفرن بدي شيلها، بدي لوح بطنجره على نار شويه من اللحمه مع البيكن مع العسل بالاضافه للكريم فريش. خلينا هيك نبلش سريعا وصفتنا. تينا، لكن مثل ما قلنا خلينا نبلش بخلطه الملفوف، بنرجع بنكفي للشوربه. شو هي وصفتنا لليوم؟ من بعد ما وضعنا الملفوف بقلب الفرن يلي عم نستوي، يعني عم نشوي بقلب الفرن، ضفت له شويه من زيت الزيتون. شو بدي احشي؟ بطنجره على نار وضعت شويه من زيت الزيتون. اليوم حبيت اشتغل باللحمه المفرومه، بس اليوم بدي اقول للمشاهدين انه انا هيدي وصفه بعملها اوقات بلا لحمه، يعني في امزج شويه من الخضره، من البازيلا، كوسا، بس باذنجان، استبدل اللحمه فيها، مثل ما في اذا بقي عندي شويه من لحمه الفيليه او الفوفيليه او حلا نوع من اللحمه تينا يلي بدي لوحهم على نار. اليوم بدي بلش وصفتي باللحمه، بدي ارجع اضيف البيكن. ما عندي بيكن بلا بيكن، شويه من الثوم، شويه من العسل، البقدونس، وبدي اختم بالكريم فريش. لكن حبيت اشتغل باللحمه المفرومه، لكن هيدي الخلطه، تنرجع نذكر المشاهدين انه الخلطه يلي عم بشتغلها هي الخلطه يلي انا بدي احشي فيها الملفوف. اليوم ما بحب الملفوف، بستبدل بالبطاطا، بالباذنجان، بحيالله شيء. سو لحمه مفرومه، لحمه مفرومه، بلشت باللحمه بعدين البيكن، عم تتقلى. خلينا كمان بهالوقت نبلش بالشوربه لتستوي البطاطا. يلا، لكن بدنا نترك اللحمه على نار. بدي انتقل لشوربه السبانخ. بتعرفي احنا هلا موسم الشتاء، طيب كثير انه كل يوم يكون على سفرتنا نوع من الشوربه. اليوم حبيت اشتغل بشوربه البطاطا والسبانخ الاخضر، يعني بطنجره على نار. بدي بلش وصفتي بالبيكن، حطيت شويه من زيت الزيتون، بدي اضيف البيكن، ارجع ضيف البطاطا، السبانخ. تتميز وصفتي اليوم بالخردل مع الكريم فريش يلي بدي ضيفه على وصفتي. لكن تمن ضيع، انا هلا عم بعمل شوربة يلي بلشت بالبيكن. وتينا بتقولي لي انا ما بحب البيكن، ما بحب استخدم بيكن، هي وصفه بستبدلها بالبصل، بالكرات، مش ضروري يعني بيكن ابدا. سو بطنجة عم نعمل حشوة الملفوف اللي عم بينحشى، اللي عم بين صح ينشوى بالفرن، والثانية هي الشوربة. نرجع للملفوف، حطينا شوية من اللحمة المفرومة أو لحمة الشقف، لحمة الفوفيلي مثل الشاورما. بدي أضيف البيكن على اللحمة يلي على طول على نار. بتعرف البيكن كثير بيعطي نكهة طيبة بالأكل. من بعد ما حطيت البيكن بدي أضيف الثوم. ثوم مفروم على طول على نار. صار في لحمه مفرومه مع البيكن والثوم. هون في عندي بيكن، بطاطا. بطاطا نيه مش هيك؟ نيه. ما رح كثر ليستوي بسرعه اكثر. سو هون الشوربه رح تضلها شقف؟ شوربة شقف، ايه مش رح شوربة مطحونة. صح. لكن عنا شوربة البطاطا مع البيكن يلي بضفت لها شوية من زيت الزيتون، بدي ضف لها شوية من السبانغ الأخضر، خردل، ملح، بهار أبيض، مثل ما كل مرة بنقول حيلا شوربة كثير
طيب انه نضيف لها مرقه الدجاج لحمه او خضره حسب شو عندنا بالبيت. بدي اختم بشويه من الكريم فريش، واليوم بدي اقول للمشاهدين انه هيدي عن جد من اطيب الشوربات اللي انا على طول بعملها بالبيت. اما هون اللحمه على نار مع الثوم والبيكن، بدي اضيف شويه من الملح، شويه البهار الابيض. بتعرفي حلو انه كمان نعمل شوربه تينا، مش ضروري يكون كله مطحون. ايه لا يكون في شقف قصدك بالشوربه. انه ما بدي كثير حط ملح لانه في بيكن، شويه من الملح وهون شويه من الملح، شويه من البهار الابيض. قربت تخلص. هي شو بعد ناقصها؟ هيدي بعد ناقصها شويه من العسل، شويه من البقدونس، واختم بالكريم فريش لعبي الملفوف وندوقهم. اوكي. حشوه طيبه. في استبدل العسل بالخردل كمان بتطلع طيبه. دقيقتين لكن حطينا العسل على اللحمة والبيكن والثوم، من بعد ما ضفنا شوية من الملح وبهار الأبيض بدي أضيف رشة من البقدونس، ودقيقتين بدي أختم بالكريم فريش. بتكون خلصت الخلطة تبع الملفوف. بعد ما نحط هاي الحشوه بقلب الملفوف بنقدمها مثل ما هي، بنقدمها ما في لزوم نرجع نفوتها على الفرن. فينا نفوتها بس ما لها طعمه لانه الملفوفات. اما هون شو بضل عنا؟ بضل عنا كثير من بعد ما حطينا شيء سبانخ اكيد. حطينا البيكن والبطاطا النيه يلي قطعتها لمكعبات، يلي لوحتها مع البيكن او كرات او بصل او حيلا شيء، بدي اضيف السبانخ. شو هون سبانخ اخضر؟ اخضر. فينا نفرمه اذا الورقه فينا كبيره؟ فينا نفرمه. انا اليوم ما جبت ورقه كبيره، جبت ورقه صغيره، بس إذا عندي بالبيت أكيد بفرمه. على طول على نار. شو بدي أعمل؟ بدي أضيف، خلينا هون نحط الكريم فريش. يعني طعمة الكريم فريش والعسل فلا. اتركهم على نار خفيفة. لكن هيدي الخلطة هيدي لكنا لنحشي الملفوف فيها. الملفوف حأتركها. أما بالنسبة للشوربة برجع بذكر أنه اليوم بطنجرة حطيت شوية من الزيت، بيكن أو قراط أو بصل. شو عندي بالبيت؟ شوية من البطاطا، رجعت ضفت السبانخ، بدي اضيف الخردل. يعني كل وصفتي هذه وصفه طيبه كثير نعملها مع الخردل، بتعطي نكهه مميزه كثير. بدي اضيف ملعقه من الخردل على وصفتي. بدي ارجع طفي وصفتي بمرقه الخضره او الدجاج، ومثل ما كل مره بنقول انه كل شوربة طيبة كثير تينا انه نضيف لها مرقة. شو عنا بالبيت؟ مرقة خضرة، مرقة دجاج، شو ما عنا بالبيت. هون طفيت دقيقتين. سريعين الوصفات اليوم دلال. سريعين سريعين. ستات يلي قاعدة عم درس ولادها اونلاين ما عندها وقت كثير ابدا تطبخ ابدا. بتترم طبخة على بروجرام الأونلاين لا تعدي الدرسة بقى هيك تنريع الشعور. أو الست يلي ما كتير بتحب تطبخ صح، فهيك تشتغل وصفة سهلة وسريعة.
لكن حطيت مرقة الخضرة أو الدجاج. حطينا ملح، حطينا بهار أبيض. خلينا نضيف نكزة من المرقة، غطيها، اتركها على نار خفيفة. هيدي هي وصفتي. حلو تينا، خليني هيك ارجع اذكر سريعا قبل ما نشيل الملفوف من الفرن ونحشيهم. وصفتنا قول انه اليوم اشتغلنا بشوربة طيبة كثير، هي السبانخ الاخضر. اليوم انا جبت سبانخ طبخت لاولادي، بقي عندي شوي. شو بعمل فيهم؟ ضف لهم شوية من البطاطا، بصلة او قراط او بيكن حسب شو عندي بالبيت لو وحدهم. حتى بدي اقول انه هذه وصفه انا بشتغلها مع الفطر كمان تطلع طيبه كثير. مزجتهم كلهم سوا، بتتميز وصفتي هي مزيج الخردل السبانخ، وختمت بشويه من الكريم فريش. انا بعد ما ختمت حاختم بعد شوي. هيدي هي شوربه، هيدي شوربه انا ما بدي اطحنها، بدي اكلها مثل ما هي شاف. اما بالنسبه للملفوف، اليوم حبيت اقدم الملفوف حلا نوع من الملفوف. انا اليوم هيك طلع على بالي الاحمر، بس في اكيد الابيض، او في الباذنجان، البطاطا، حلا شيء عندي. بصله، اذا عندي بصله كبيره كمان بتطلع طيبه كثير. شويها شوي بالفرن قبل بوقت نرجع نشيلها. بلكي نهار الجمعه بنعمل تارت على بصل كراميليزية، اللي هي من الوصفات الطيبه كثير كمان. رجعنا بطنجره على نار، ضفنا شويه من البيكن، حطينا شويه من الزيت، شويه من البقدونس، اللحمه، مزجنا كل المقادير سوا، ختمنا بشويه من الكريم فريش. هلا شو بدي اعمل؟ بدي احشي الفليفله اللي بدي ادخلها للملفوفه مش الفليفله. طلعنا على الفليفله. وحتى الفليفله فينا نحشيها كمان. فينا نحشيها، انا فكرت بالفليفله. يلا مندهرهم. كل شيء خضره، يعني فليفله، كل شيء بنقدر نفرغه، بطاطا، باذنجان، شو ما عندنا بالبيت. قلبي يطلع ما عندنا شيء. ما بقى عندنا شيء. خلصوا. حلوين. سو هولي حطيت عليهم شوية زيت دلال قبل ما شويتيهم. هولي حطيت عليهم شوية، جبت مثل ما هون عم نشوف، جبت ملفوفة، تركتها مثل ما هي، فتحتها أكيد، غسلتها منيح، فضيتها شوي من الداخل، حطيت لها شوية من زيت الزيتون ودخلتها على الفرن. بس بدي أقول إنه بدها شوية وقت، بدها وقت. يعني هون قد الفرن قوي وأخذ شوية وقت. هلا شو بدنا نعمل؟ أنا ما علي حأحشيهم هون بقلب هيدا ونرجع بعدين نقلبهم، لأ ما عبالي أروح. يلا خليني ثلث دقيقة على الشوربة. شوربة على نار. خلينا نحشي. هيدي الخلطة اللي فيها لحمة، بيكن، كريم فريش. رجعت ذكر انه بشتغلها بلا لحمة، بلا بيكن. انا طلعنا مغيدين الوصفة. فيها تكون بس خضرة إذا بدنا. فيها تكون بس خضرة، بتطلع طيبة كثير كمان. حلو. لكن نحن رح نكفي حشي الملفوفات، الشوربة بتكون خلصت، وبنرجع بعد البريك تندوق. أحليهم طلعوا هالملفوفات، شو هالفكرة الحلوة، محمصين أكيد هون بدنا نخليهم تطرع على الآخر. أيه يمكن الملفوفة يعني إذا عنا فرن غاز بده شوية جرة غاز. لا يا دلال ما اتفقنا هيك. بعدنا عم نقول وصفة هينة للي ما كتير بيعرفوا يطبخوا. لا بدنا نحطها بقلب الفرن، كتير مهم إنه ندخلها على الفرن أوقات تنشوى على مهل تقدر نكلها. عرفتها ما تكون هيدا حلوة و
وصفتنا الثانيه هي الشوربه. انا على بالي اجرب الشوربه السهله هيك وسريعه. نرجع نذكر اشتغلنا بالسبانخ مع البطاطا مع البصل، خردل، كريم فريش، وبيكن. مره بنقول بيكن، هلا ما بده بيكن اكيد نشتغلها بلا بيكن كمان، بس هي مزيج. طيب الماسترد شفتي كثير طيب الماسترد مع الكريم فريش سي بون. ايه بتعرفي هلا نحن بموسم شتي بقى كثير طيب انه نعمل شوربة، حنعمل كثير شوربات من كثير طيبة وطيبة مثل ما قلتي انه معلم مش دائما الشوربة لازم تكون مطحونة وخاصة للاولاد انه حلو يتعلموا ياكلوا قصص شوية فيها شقف. بعدين كمان بدي اقول شغلة كمان تنا انه حتى شغل اخف مزبوط ما بدها طحن كثير ما بدها كثير طحن. بعدين حلو كمان انه مش كل الشوربات تكونوا مطحونين انه هيك نطلع شوي ربو. من العادة فينا ننوع بالأنواع الخضرة يعني فينا البطاطا والسبانخ يمكن شو معنا يعني شوية. أنا حتى هيدي وصفة بعملها مع كوسة مع جزر مع بازيلا، هي مزيج، هي مش مزيج البطاطا هي هي خضرة فينا نقول خضرة هي بس اللي بيميزها الخردل والبيكن. أنا بقول والبيكن إيه بتعرفي البيكن طيب كثير بيعطينا هيك نكهة مميزة وأكيد شوية من الكريم فريش أكيد كمان يعني. كل شيء طيب معه كريم فريش يعني كمان هيك بتعطي بقى. الجمعة حنعمل تارت على بصل كراميليزي يعني هيك وصفة طيبة كثير سيبو. أنا هذا بعمله بحبه كثير وحط لها هيك شوية من الجبنة. زمان ما عملنا تارت ملح لأنه كثير عم بيجينا أسئلة عبر ال رح نكون سوا الجمعة من الجمعة. أوكي كيفك مع البصل؟ أنا بحب كثير التارت يعني يلا منيح لكن الجمعة تارت لقونا الجمعة لكن بي واتس كوكينج مع دلال. رح ناخذ بريك هلا ومكملين ألايف. Thank you.